مرحبا بكم في مسابقة فكر أنت في الخرطوم مع الطيب عبد الماجد. مساء سعيد، لقاء جديد، فكر أنت في الخرطوم. اهلا وسهلا، ارحب بضيوفنا هنا في الاستوديو منوريننا كالعاده، ارحب بالمشاهدين الكرام الذين انضموا ايضا الان لمتابعه سوداني 24 عبر هذا البرنامج فكر انت في الخرطوم. ويستمر السباق، نحن في خواتيم هذا الشهر المبارك دوما معكم على الهواء. ومبارح كان في سباق من نوع خاص، متسابقين تباروا في القفز فوق المحطات. حيدر طيفور اوشك ان يصل الى داكار لكنه تعثر وبقي ب 9000 جنيه في الدار البيضاء، وهشام السر أيضا 5000 جنيه في تونس لم يستطع أن يواصل إلى الأمام. ونجود انضمت في آخر الرحلة وهي التي ستسافر معنا في رحلة اليوم، لكن خلونا نشوف أبرز ملامح حلقة مبارح. تمام، ركبنا الطيارة. تمام، ما عايزين من المطار نرجع، ما كويس، الناس بيودعوا فيك والأهل شايفينك وال... هاي الله، هاي طبعا شفتك إيه؟ الوازة بيثبت إن شاء الله. تمام، الوازة جواب صح. كده شوف الباكستاني ده الكتاب. لا لا، صينيين كثيرين يا زلمة. صينيين كثيرين. السودان هنا كثير. 2016. جواب صح. نحيي هشام. شكرا جزيلا. أين يقع حي المسالمة الشهير؟ نعم. أم درمان. أم درمان جواب صح، يتفضل. سيد مروي، المعلومة دي صح ولا خطأ؟ صح. صح؟ طيب، يلا بالراحة كده. ايوه تمام. لكل وصلت الى مطار اديس الدولي. كده بس الجواب صح. اذا انت الان في مطار تونس معاه 5000 جنيه. وابو سعيد هو وزير صلاح الدين الايوبي. جواب صح. لك وسيله كانت في يدك، وعلى كل فقدنا مسافر لطيف وراجع القصيدة وأديها، لكنه نحييه. نحن فيزياء كوالا لامبور. نجود متأهلة، تفضلي. نجود خضر أحمد حتواصل معنا بكرة في الطائرة المتجهة إلى فيكتوريا. أهلا بكم من جديد، وأهلا بنجود خضر أحمد. أهلا وسهلا. أهلا يا نجود. أهلا بك. ومبارح أخذت تأشيرة الخروج، الليلة حتسافري معنا إن شاء الله. لكن خلينا كده نتعرف عليك. نجود يبدو أنها جاءت من ولاية الجزيرة، من مدني. من مدني، أيوة. خصصتها للبرنامج. أيوة. تمام، تيست المعاينات والآن أنت على الطيارة. أيوة. نتعرف عليك أكثر يا نجود. طيب، قبل ما تتعرف علي، أول حاجة حابة أشيد ببرنامج فكر أنت في الخرطوم. هو برنامج ناجح جدا ومتميز حقيقة، تفردت به S24 على كل الفضائيات السودانية الثانية، وهي غناء رغم أنها حديثة إلا أنها يعني أدهشتنا بطرحها المميز والرائع لكل البرامج اللي بتطرحها عبر الشاشة. تحية لكم وتحية لكل الطاقم العامل في S24. الاسم نجود خضر أحمد، من مدني. خلصت الماستر في جامعة الجزيرة كلية الاقتصاد، والآن شغالة في البروبوزل للبي اتش دي إن شاء الله. أهلا بك دكتورة، وشكرا على هذه التقدمة دي، بتوديك أديس طوالي. على كل نحن معك الآن، خلينا نشوف الأسئلة اللي بتودينا الطيارة يا نجود. نعم. ونشوف السؤال الأول مع نجود خضر. طيب، ما هي أقصر سورة في القرآن الكريم؟ سورة الإخلاص، سورة الكوثر، نشوف سورة اقرأ، الخيار الرابع سورة الناس. هي سورة الكوثر. سورة الكوثر. الجواب صح. السؤال الثاني خطأ ولا صح؟ إجراءات تفتيش وسلامة قبل ما نركب الطيارة. نشوف السؤال مع نجود. السؤال: الدمازين تقع في ولاية الدين الأزرق. نعم. المعلومة دي صح ولا خطأ؟ صح. المعلومة صح والجواب صح. سؤال أخير، بركبنا الطيارة من غير خيارات، نشوف السؤال: بأي ولاية تقع مدينة حلفة الجديدة؟ من غير خيارات. من غير خيارات. حلفة الجديدة. الولاية الشمالية. حلفة الجديدة، ما الجديدة؟ نهر النيل. الجديدة، ما الجديدة؟
مش كده رحلوهم أيوة. تهجير حلفة إلى حلفة الجديدة. المنطقة رحلوهم فيها كان اسمها شو؟ ولاية الشرق. ودوهم كده على الشرق ولاية البحر الأحمر. فيك الخير. احنا الناس بيركبون الطيارة على كل اللي. لكن مرات بيركبوا كده مجهجهين شوية. حلفة الجديدة. يلا فيك الخير. تعني في ولاية شنو كده في الحتة دي؟ انت متوتر شوية. والله شوية متوتر. كده صحيح؟ ايوه شوية كده. شوية كده تمام. طيب قبل ما نجاوب على السؤال ده نجود اهدي كده شوف البرنامج ده معهم المشاهدين ديل. وأجواءنا كده عائلية نحن ولطيفة. وفعلا مرات بيكون في ضغط لكن نمشي. يعني هي رحلة عادية. المسألة ما امتحان بقدر ما هي تنشيط للذاكرة واستدعاء للمعلومات. حلفة الجديدة في أي ولاية؟ ما نهرنين. باقي واحدة كده. لا ناس نهرنين ده خليهم. ده حلفة الجديدة. خلينا في الشرق نحن البحر الأحمر. وتاني هي في الشرق تاني قد عارف. أيوة فيك الخير. ماشيين كده الولاية هنا في الشرق تاني في شنو؟ إسحاق الحلنجي والقاش وكده. كسلة. ولاية كسلة. جواب صح. تمام. أوكي تمام. ركبنا الطيارة بكسلة. المسألة دي ما توترك. مرات الضغط أحيانا قد يصيب. تمام خلاص. الآن الطيارة عندنا مخرج طوارئ وعندك 1000 جنيه ومخرج طوارئ بحذف إجابتين في المرحلة دي من الخرطوم إلى أديس. نشوف السؤال نجود. طيب من القائل إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول؟ الخنساء، كعب بن زهير، عبد الله بن رواح، حسان بن ثابت. حسان. مشاكة بين حسان والخنساء. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. وعندك حسب إجابتين. وعندك وسيلة مخرج طوارئ حسب إجابتين. ممكن أحسب إجابتين. بتحذف إجابتين. نحذف لها إجابتين. نجود. حسان بن ثابت. في حسان بن ثابت كعب بن زهير. قصيدة مشهورة البردة. بقول كعب بن زهير. غيرتي من حسان بن ثابت. أي. كعب بن زهير. الجواب صح. هو كعب بن زهير. هذه القصيدة البردة من أشهر القصائد في متحف الرسول صلى الله عليه وسلم. بانت سعاده فقلبي اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول. دي مقدمتها. كان العرب يقفوا على المحبوب والأطلال في بداية قصائدهم وهي من أشهر القصائد. نشوف السؤال الثاني إلى أديس مع نجود. الحنقوق. ما هو الحنقوق؟ يستعمل لحفظ اللبن. إناء. هو آلة طحن القمح. هو آلة حرث الزراعة. هو سعف الدوم. أعتقد إنه سعف الدوم. الحنقوق. سعف الدوم. أعتقد كده. بتثبتي؟ بتثبتها. بتثبتي؟ بتثبت. سعف الدوم. الجواب صح. الحنقوق. ما بينفع نقول الحنقوق ما بتيجي. السؤال الثالث بنزلك في أديس نجود. 3000 جنيه. نشوف السؤال. ما عندك مخارج طوارئ. على ماذا يطلق لقب صاحبة الجلالة وكذلك اسم السلطة الرابعة؟ الراديو، الصحافة، السينما.
التلفزيون؟ أنا بين الصحافة والسينما. بمشي على السينما. انت حرة اختاري ودينا. انت نازله على الاديس ب 3000 جنيه. راديو، صحافه، سينما، تلفزيون، صاحبه الجلاله وكذلك السلطه الرابعه. طيب اقول صحافه. خيار عندك يا نجود، ثبتي في اللي تختاريه. همشي على الصحافة. ثبت. الصحافة واضحة يا نجود. السلطة الرابعة وصاحبة الجلالة هي الصحافة. الجواب صح. لاندنج متعثر شوية لكن هبوط في مطار أديس 3000 جنيه. نجود بننطلق من أديس إلى تونس، ما عندنا مخارج طوارئ يا يعني نجود في هذه المرحلة، وتونس فيها 5000 جنيه وإنت الآن معك 3000 جنيه. خلونا نشوف السؤال. معركة شيكان كانت من أشهر معارك المهدية والتي انتصر فيها جيش المهدي على قائد الحملة، من هو قائد الحملة؟ مصطفى باشا، إسماعيل باشا، توفيق باشا، هكس باشا؟ معركة شيكان. شيكان على هكس. هكس باشا. نجاوب. بتفكري يعني ولا اخترتي ولا؟ شيكان. والله هيكس. انا بقول هيكس باشا. قولي هيكس باشا. اوكي. اديني الاجابه بس ثبتي عليها عشان الزمن. هيكس باشا الجواب صح. معركة شيكان اكيد هي هيكس باشا. وهي واحدة من اشهر معارك المهدية. اكيد. نشوف السؤال الثاني بثبتنا في الاجواء. منتقلين من اديس الى تونس في 5000 جنيه. في تونس معك 3000 جنيه من غير وسائل مساعدة ومخارج طوارئ. تموز يقابل أي شهر من الشهور الميلادية وفقا للتسمية في بعض البلدان العربية؟ يقولوا أيار وتموز ونيسان وإلى ما ذلك. تموز بيقابل فبراير ولا مارس ولا يونيو ولا يوليو؟ فبراير. تقولي فبراير. فبراير ويونيو. بين فبراير ويونيو. ويونيو. نعم. ايوه. ما عارفة. همشي على يونيو.
تموز. يونيو، يوليو. شاكة بينهم، ما في مخرج طوارئ. ما في مخرج طوارئ. ماشي وين انت؟ فبراير، يونيو، يوليو، مارس لفيتي وكذا. اي بين يونيو ويوليو. بين يونيو ويوليو. اي ايوه. فامشي على يوليو. يوليو رقم 4. 4. الزمن حسب يونيو. انا ما 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 يونيو ولا يوليو؟ يونيو نمرة 3. 3 ايوه. من 4 جيتي 3. اوكي انت حره، ثبت الحته اللي بتختاريها، بس الزمن اللي بتختاروه تمشي عليه. يونيو ابدا يا يوليو. تموز يعادل يوليو. نجود خضر، يبدو انك شويه كنت يعني تحت الضغط، يبدو ما بعرف، لكن سعدنا بمشاركتك اكيد. نجود خضر وصلت الى اديس 3000 جنيه، وتموز يوليو، يوليو الاسود وتموز حدثت فيه كثير من الأحداث، لذلك يخترم في الذاكرة بكثير من الأحداث. شكرا، نحيي نجود. شكرا جزيلا، شرفتي كثير. شكرا جزيلا.